طيب عايز تقول ايه يا احمد؟ ايه النتائج دي؟ ماتشات وديه؟ لا، انا عايز اقول لك ان التجارب الوديه دي مهمه جدا بالنسبه لجوزيه جوميز، انه بيشوف اوراق ما شافهاش معاه الموسم اللي فات. هتقول لي زي مين؟ اقول لك زي حسام اشرف، احمد محمود، محمود بن تايج، صفقه نادي الزمالك المنضمه حديثا. حسام واحمد محمود رجعوا من الاعارات اللي كانوا فيها. راجل بيشيد بأداء أحمد محمود الظهير الأيمن لنادي الزمالك، وده أمر إيجابي جدا، لأن الراجل في بداية ما تولى مقاليد الأمور كان بيحاول إن هو يبص على اللعيبة اللي في إعارة من نادي الزمالك، فكان بيتكلم كويس جدا عن أحمد محمود، اتكلم عن حسام أشرف أحد أهم اللاعبين اللي سجلوا أهداف أو من هدافي الدوري الممتاز للنسخة اللي فاتت. فحسام أشرف ظهر بشكل كويس جدا في المعسكر، وده بيقول لك إن بقى عندك لعيب إن شاء الله بإذن الله يعتمد عليه، وعندك سيف الدين الجزيري مع نادي الزمالك مستمر مع نادي الزمالك. وفي الناس بتتكلم في الفترة الأخيرة عن صفقات، إن شاء الله هيبقى في صفقات، وإن شاء الله في صفقات، ولكن امتى يتم الاعلان؟ زي ما قلت لك في اول كلمتين في بدايه الحلقه، مجلس اداره نادي الزمالك هيعلن عنها في وقت محدد. ولكن طب هتطمن الجمهور تقول لهم ايه؟ اقول لهم والله في صفقات، صفقات كويسه جدا. وكان الاسبوع اللي فات كان ليا ملاحظه كده على مواقع التواصل الاجتماعي من الناس اللي بشوفها عندهم متابعين بشكل كبير جدا على صفحات التواصل الاجتماعي او مواقع التواصل الاجتماعي، والناس بتتابعهم وبتحترم الكلام اللي بيكتبوه وبيثقوا في كلامهم. كان كلام الاسبوع اللي فات عنهم وعن ان يا جماعه واحده واحده نسيب الحاجه والامور تمشي، مش معنى انك عرفت معلومه سواء من الوكيل، لان محدش من داخل نادي الزمالك هيحط اللاعب في ترانسفير ماركتنج ان هو نادي الزمالك بيتفاوض معاه. ده امر هنفصله عن كلام تاني لسه برضه هكمله دلوقتي. فالمهم ان انت تعرف دلوقتي ان ممكن وكيل للاعب هو اللي يسرب المفاوضات. ليه؟ لامور كتير جدا. طيب هيستفيد ايه؟ هيستفيد ان ممكن يجيله عرض اكبر من نادي الزمالك، فهو هيستفيد بنسبته كوكيل للاعب. وده اللي حصل في لاعبين كانوا قربوا ان هم يبقوا متواجدين والصفقه ما تمتش. لما بيحصل بس تفاوض مع الوكيل، الوكيل هو اللي بيسرب على طول اول واحد. فالقيمه اللي بيعرضها نادي الزمالك لما بتسمع في الصحافة الرياضية ويتقال نادي الزمالك بيتفاوض مع سين من اللاعبين، فاللاعب ده بينال رواج كبير جدا، اسمه بينال رواج كبير جدا، فتلاقي الناس بتبص لا ده لعيب كويس، ده لعيب ده نادي الزمالك بيفاوضه، فتلاقي نادي تاني فتح عينه، لأن الصحافة المصرية الرياضية بتبقى دايما متشافه بشكل كبير جدا والناس بتتابعها بشكل كبير جدا، فبتلاقي في رواج لاسم اللاعب فتلاقي حد تاني ممكن يكلمه. والاهم عند الوكيل وبرضه عند اللاعب، الاهم عند اللاعب هي الماده. احنا في عصر الاحتراف، اللاعب دلوقتي بقى يبص لده الا من رحم ربي، الا عدد قليل جدا 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 هو اللي ممكن ما يفرقش معاه الحتة دي، ممكن يتنازل في حاجة معينة في الماديات، ولكن السواد الأعظم هتلاقيه هو احتراف. طيب الوكيل ده هو ده بقى اللي ما ينفعش يسيب أي فرصة لسنت زيادة هيدخله، فده أمر.